تخيل تبقى بتحفر بالصدفة في بيتك علشان تعمل عمليات توسعة، تقوم تلاقي باب سري لمدينة كاملة تحت الأرض. المدينة دي عمرها غير معروف، لكن المعلومات المؤكدة هي مدينة سكان باطن الأرض أو الرماديين. 1963، واحد من العمال في تركيا كان بيحفر في بيته علشان خاطر يعمل عمليات توسعة، وبالصدفة الحفر وصله لباب سري أو لمنطقة غريبة، وبعد ما دخل جواها ولقاها شكلها غريب جدا بلغ السلطات ورجال الأمن علشان ييجوا يشوفوا هم إيه اللي لقوه ده. والمفاجأة إن هم لقوا مدينة اسمها درينكويو، ودرينكويو دي مدينة موجودة تحت الأرض وعبارة عن 11 دور تحت سطح الأرض وعمقها بيصل لأكتر من 85 متر. المدينة دي اتبنت من أحجار غريبة شوي، أحجار بركانية صلابتها متوسطة شوي، وعلشان تحصل على الأحجار دي لازم تكون فاهم كويس قوي انت بتبني ايه تحت الأرض. وعدد الغرف اللي تم اكتشافها تحت الأرض أكتر من 200 غرفة، والمكان نفسه بيستوعب أكتر من 50 ألف بني آدم يقدروا يعيشوا تحت الأرض. لكن مفيش معلومة مؤكدة بتقول ان المدينة دي ترجع لمين بالظبط او عمرها قد ايه بالظبط، لكن بعض المعلومات بتقول ان المدينة دي اتبنت في القرن ال13 والقرن ال14، لكن المعلومات دي غير مؤكدة. والمعلومات الاقرب للواقع ان اللي بنى المدينة دي مجموعة معينة من المخلوقات فاهمة كويس جدا ازاي تعيش في باطن الارض، وعاملة لنفسها حياة او نظام حياة كامل. كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة في المدينة دي، فيها 200 غرفة، ال200 غرفة دول فيهم دور عبادة، ودور العبادة دي موجود فيها بعض الرموز اللي مش معروفة هي بترجع لأني دين بالظبط. بعض الأشخاص قالوا إنها بترجع للدين المسيحي، لكن كتير جدا أكدوا إنها ملهاش علاقة أصلا بالدين المسيحي. ومدينة درينكويو فيها أماكن للزراعة وأماكن لحفظ الطعام، وفيها أماكن لتربية الحيوانات، وفيها أماكن تعتبر غرف علاجية وغرف كان بيتم فيها بعض الأعمال الطبية. الغريبة كمان إن فيها مقابر بجانب غرف شخصيات معينة، يعني المقابر مش منتشرة في كل الأماكن، هي موجودة في أماكن معينة وبجانب غرف معينة، وما فيش سبب واضح أو تفسير واضح هي المقابر محطوطة في الأماكن دي ليه. والمدينة دي فيها أكتر من 15,000 فتحة تهوية، وفتحات التهوية دي كفيلة إنها تدخل الأكسجين من الدور الأول اللي هو على سطح الأرض مباشرة للدور ال11 اللي يعتبر في عمق أكتر من 85 متر تحت سطح الأرض. الاكتشاف اللي حصل إلى الآن هو جزء صغير من المدينة، والأدلة بتأكد إن في مساحات تانية كتير ما تمش اكتشافها لسه، وإن المدينة دي بتقدر من خلال بعض الممرات إنك توصل لدول تانية أصلا. الدول التانية دي برضو مبنية تحت الأرض وتقدر تنتقل من مكان لمكان أو من قارة لقارة وإنت تحت باطن الأرض. المدينة دي فعليا محصنة من أي مخاطر خارجية، أي حاجة ممكن تحصل على سطح الأرض المدينة دي في عزلة تماما عنها. والتكنولوجيا المستخدمة في البناء والحفاظ على قوام المدينة إلى الآن بيأكد أن مكونات البناء اللي اتبنت بيها المدينة دي متطورة جدا، صعب جدا تكون دي عقلية بشر هي اللي بنت المدينة دي تحت الأرض. وعلشان كده المدينة دي أقرب لمدينة سكان باطن الأرض أو الرماديين، والرماديين المفروض أن هما فئة من المخلوقات اللي بتعيش في باطن الأرض. بس من ضمن الغرائب اللي بتأكد ان المدينة دي هي مدينة الرماديين وسكان باطن الأرض ان لما تم العثور على المدينة دي ما لقوش اي اثر لأي انسان، يعني ما لقوش اي جثة في المقابر، ما لقوش اي اثر لأي حاجة موجودة بتأكد ان كان في بشر عايش هنا. النقطة التانية ان في لحظة اكتشاف المدينة لقوا ان في اثار للزيت والمحروقات على جدران الغرف، وكأن كان في حياة موجودة، ولكن مجرد ما تم اكتشاف الغرفة دي الناس اللي موجودين في المدينة دي اختفوا تماما. تحديدا ان في كتير من العلماء بيقولوا ان في ممرات لم يتم اكتشافها بعد. الممرات دي في مدينة درينكويو بتقدر تنقل الناس اللي عايشين فيها من مكان لمكان، ولكن بطريقة سرية. والتطور اللي ملحوظ اللي لا يمكن يكون من صنع بشر هو اقرب تفسير ان المدينة دي هي مدينة الجن او مدينة سكان باطن الارض. سلام عليكم.